وخفت علينا شويه مش عوايدك. والله مستانس منظم، مستانس منظم. اليوم عملت حاجتين، دابور اللي صار مع جماهير النادي، قعدت شويه مع الاستاذ تومي بن فرحات، واثنين سيركولاسيون ما كنتش خايبها هك. مستانس نجيكم من تونس، اليوم جيتكم من مرسى، برشا سيركولاسيون. باهي مش مشكل. حكيت انت على اللي صار اليوم، شنو رايك في اللي صار اليوم؟ مشيت انت صار اليوم ولا لا؟ مشيتش خاطر انا كنت في التزام مهني، داير ما زلت كي كملت التزام مهني نتاعي، لكن كنت باتصالات، بعض الاتصالات الهاتفيه بعض الخيان في محاوله ل تهدئة الوضع. واعتقد انه توا لقينا معناتها الوعد اللي صار انه في الدقائق القليله القادمه سيقع اطلاق سراح تقريبا اغلب الموقوفين. تقريبا 70 هو تم ايقافهم اليوم. اي لا لا، كلهم تقريبا سيقع اطلاق سراحهم، هذا اللي تاكدت منه توا. بون، هو امر مدان ديما، معناتها استعمال العنف امر مرفوض في كل الحالات والاحوال. انا ما كنتش حاضر، لكن من خلال الشهاده نتاع صديقي وزميلي الاستاذ توبي بن فرحات يقول لي انه كان ثم الحقيقه استعمال مفرط. اي كان معنا بالتليفون. كان ثم استعمال مفرط للعنف، هذا معناتها بون خليهم الجماهير تخليها تعبر على روحها، معناتها ما فماش علاش. فهمت؟ تقعد ساعه ساعتين ثلاثه عشره هي حره، فهمت؟ حقها في التعبير وفي التنديد وفي شنو صار. تند اللي صار اليوم العباء. أكيد يساندهم، هذا حقهم الطبيعي والدستوري والكوني، معناتها في أنهم يحتجوا سيرتو بعد اللي صار البارح ولت البارح. معناتها فهمت؟ باهي أستاذ، أنت كنت قريب برشا من عبد السلام اليونسي، كنت قريب برشا من الهيئة. اليوم ظهر لي وقفة الزنقة للهرب، غليان كبير في الشارع. هل عندك الجرأة اليوم باش تعطي حقائق للتاريخ، تكشف اللي صار الكل في الفترة الماضية؟ إذا حبيت النادي الإفريقي ما همش فاهمين شنو صاير برشا في داخل الكواليس نتاع النادي الإفريقي، تحط كل حد قدام مسؤوليته وتكشف في الحقائق للتاريخ اليوم. والله اللي عندي نقول، وأنا قلته ديجا في بعض التصريحات، وأي سؤال معناتها عندي عليه إجابة تأكد اللي راني باش نجاوب عليه، دابور لنفسي ثم للتاريخ ثم لجماهير النادي، معناتها لأنه بالحق معناتها رانا نقول لك حاجة، راهو مثلا شعور لا يوصف اللي قاعد نعيشه توا انا على النادي الافريقي، شعور ما يتوصفش. معناتها شنو عايشه النادي توا؟ كنت نتفرج في المباراه معناتها على التليفون نتاعي، عين على الخدمه وثلاثه عينين على المباراه، ومفجوع على هزيمه اخرى، معناتها موجعه. واعتقد انه طريق الحل يبدا بالمصارحه وبقول الحقيقه. فما تواصل مع عبد السلام اليونسي اليوم؟ جمله. حتى تواصل؟ جمله. من اللي خرجت ما صارش حتى كونتاكت بيناتكم؟ اخر تليفون بيني وبينه 27 نوفمبر قبل ما نستقيل بنهار، ولا 28 نوفمبر. التليفون هذاك سبب الاستقاله نجم يكون؟ اي، هو القطره التي افاضت الكاس. شنو حكيتوا فيه؟ معلومه غالطه نتاع الكاميرونيين، معلومة غلطة أنا قلتها على مواج إذاعة أخرى. من بعد من غدوة المحامي البلجيكي قال لي ديزولي، خرج بيان يكذب فيه المقولة نتاعي. ما عجبتنيش الحق، لأنه عم ناول صارت مرتين ولا ثلاثة الحكاية هذيا، دونك قررت أنه زايد معناتها. ما لمكشش على الاستقالة ولا حاجة؟ ولا جملة، ما عودناش حكينا معناتها، من نهارتها ما عودناش حكينا. باهي، نجم نقول وانت مثلا وسامي المقدمة تحطيتوا في الواجهه، سامحني في الكلمه، اعارك بيكم عبد السلام اليونسي قدام الاعلام؟ نجم تقول، اي نجم تقول، وهذا عم ناول انا قبلته، قلت بتاتر معناتها ثم واجب التحفظ، وثم اني كليت برشا سبان عم ناول، ومعناتها وتعرضت للوابل من الشتم والسبان من جمهور عدد لا باس به، ورغم ذلك سكت وما حبيش نتكلم، وقلت بون لانتيري دي كلوب معناتها ما نخرجوش. ما تعرف اذا تكلمت يقول لك خرجت الغسيل، واذا سكت يقول لك انت بيك وعليك. عم ناول جي بريفيريني نسكت. سنالة لانه من الاول معناتها رجوعي كان اساسه انه اللي صار عم ناول ما يتعاودش. فلقيته تعاود، دونك قررت اني ما نسكتش. به تطويرات كبيرة في الجمعة هذه، عبد السلام اليونسي يعلن انسحابه ثم يتراجع يبدو انه على الديسيزيون هذا، انت كيفاش تقرا ساعة الانسحاب؟ والله انا ايش نقول لك حاجة، انا من الانسحاب من الناحية القانونية ما ثماش راهو حاجة اسمها انسحاب، معناتها ثم استقالة. ما نحكيوش قانونية، نحكيو على الأقل في تفكيره هو كان يخمم في الانسحاب، هو وحتى هو لا ما خممش في الاستقالة، حتى هو أيضا قالها البارح حتى في تصريح في موزايك، قال أطلعت زميل عبد السلام ذي فلا قلت له قول أنا باش ننسحب، يبدو أنه تراجع. لا باش ننسحب وقتاش؟ ما هو هذا الإشكال. وقتاش؟ قال لك ننسحب وقت يجي شخص ينجم يوفي بالتعهدات
وقت لي شيكاتي اللي مسايبين ناخذها، بون هذا حق، فهمت؟ دونك باش ننسحب كي تشوف الزوج شروط هذوما، دونك سافا بروندر دي موا اي دي موا، فهمت؟ معناها ما خممش في الانسحاب حاليا. انا حسب ما نعرف عبد السلام هو لا يفكر في الانسحاب، وباقي عنده في مخه اللي هو ينجم يصلح الوضعيه. معناها ما كانش باش ينسحب الاسبوع الماضي، واللي صار الكل معناتها نجم نقول امتصاص غضب الاحباء شويه. لا هو بتاتر كي الاسبوع الماضي تصاعدت معناتها الاحتجاجات، وبعد الاعتصام واللي صار الاعتصام بتاتر معناتها تلقاه ترجشي شويه. وصار انا حكيت مع الاستاذ عبد الله الجلالي، اكد لي انهم حكاوا في الانسحاب معناتها، وحكاوا في اللي قالوا عبد الله، قال لي راني كله قلت على اساس اتفاق مسبق بيني وبين عبد السلام. البارح سمعت وانا الرئيس يقول لك انا ما حكيتش معاه في الصونس هذايا ونخمم، لكن معناتها شو اعطاه شروط، دونك الشروط هذوكم انا رانهم مستحيلين ما يتحقوش. اللي هما يجي شكون يوفر ما فماش شكون باش يجي راهو. لكن الجمهور اليوم مش قابل عبد السلام اليونسي. هذيك المشكل راهو، راهو نحن اليوم جينا بين المطرقه والسندان، معناتها النادي الافريقي هذاك علاش انا نقول الحقيقه، معناتها تقولوا متشائم ولا مش متشائم، النادي الافريقي اليوم وضعيته خايبه برشا 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 برشا. ما ثم حتى حد، انا را ماديا اخزر، ثم ناس يقول لي الكلوب فلوسها فوقها، لا صحيح توا لا. توا لا، توا النادي الافريقي يلزمها واحد يجي يدخل يده المكتوب ويحط 14 مليار ولا 15 مليار. شنو تتصور باش يصير في الايام القادمه؟ الرئيس يبدو انه شاد صحيح في الديسيزيون نتاعو، الجمهور ما عادش قابل اليونسي، شنو قراءتك لك الايام القادمه؟ باش تزيد تتازم الامور اكثر. انا نتصور انه الامور باش تزيد تتازم، سيرتو بعد اللي صار اليوم وتصاعد الغضب والاحتقان زاد كثر، نتصور انه معناتها الامور باش تزيد تتازم. حسب معرفتك بعبد السلام اليونسي معناتها يبدو انه ماشي في الثنيه هذيك، ما فماش حتى نيه. عبد السلام راهو يجي نقول لك انا قربت منه، بوتيتر نجم نفهم كوتي فيه ما يفهموش الناس. عبد السلام دون ساتات صحيح ومش غلط. فهمت كي تحكي معاه، حكيت معاه انا معناتها برشا مرات، في مخه اللي هو صحيح مش غلط، داير قالها البارح، قال لك نحي ملف الكاميرونيين انا فاش غلطت، قالها البارح سمعت، قال نحي ملف سيدي، قال تو نخلصهم انا معناتها كاينهم، قال تو نخلص والاخرين. انت دابيت برشا، انت دابيت غلطه برشا برشا، مشكل الكاميرونيين برشا صحيت. اي لا لا هو فما حتى انت داب ناجح اللي عامل باش تفهم هو كيفاش الغيزون، قال لك انا نحي الكاميرونيين فاش غلطت، معناتها يعتبر نفسه ما غلطش، وهذا الاختير معناتها، وهو هذا اللي خلاه يغلط. خاطر انا واحد من الناس مانيش توا باش نشكر روحي، شاكر نفسه يقرئكم السلام، اما سامي هاو موجود وعبد الله موجود وبرشا موجودين. احنا كي كنا نقعدوا مع عبد السلام ما كناش نقولوا له راهو صحيت وعندك الحق، راهو كنا نقولوا له راك غلط.